آدم عليه السلام وبالأسماء التي داق بها سيدنا شيس عليه السلام وبالأسماء التي إدريس عليه السلام وبالأسماء التي داق بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي داق بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي داق بها سيدنا إبراهيم دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عندما خلقته من قبل أن تكون السماء يا الله والجبال مرسية والبحار مجرة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مدحية والقمر مضيئة والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك صل على سيدنا محمد عدد علمك صل على سيدنا محمد عدد كلماتك صل على سيدنا محمد عدد نعمتك صل على سيدنا محمد ملء سماواتك صل على سيدنا محمد ملء أرضك صل على سيدنا محمد ملء عرشك صل على سيدنا محمد زينة عرشك صل على سيدنا محمد عندما جرى بالقلم في أم الكتاب وصل على سيدنا محمد عندما خلقت في سبع سماواتك صل على سيدنا محمد كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد هذا كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد هذا من يسبحك يهللك يكبرك يعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد هذا أنفاسهم وألفاظهم صل على سيدنا محمد هذا كل نسمة خلقتها فيه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عند السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد عند الرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عند ما حبت عليه الرياح ورقت من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عند نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عند ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالق فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عند ملء سبع بحارك صل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عند أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم يا الله نعم هذا الرمل والحصى في مستقر الأراضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عند اضطراب المياه الأنبة من نحتي من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة صل على سيدنا محمد عند ما خلقته على جدي أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها من حصاة ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عند ذوات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها بركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة
اللهم صل على سيدنا محمد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالق منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد لدى كل شعرة في أمدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد لدى خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد لدى كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض مغاربها من إنها وجنها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد لدى خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد لدى من يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد لدى من لم يصلي عليه، وصل على سيدنا محمد لدى القطر والمطر والنبات، وصل على سيدنا محمد لدى كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى، وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى، وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى، وصل على سيدنا محمد شابا سريا، وصل على سيدنا محمد كان مرضيا، وصل على سيدنا محمد كان من يا الله من الصلاة شيء. اللهم أعطي سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم أنظم برهانه وشرب بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم تقبل شفاعته في أمتي واستعملنا بسنته وتوفعنا على ملته واشهدنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسكنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم آمين. وأسألك بأسمائك الذي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عندما وصلت ومما لا يعلم علمه إلا أن وأن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى وأن تغفرني ولوالدي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعمدك المذنب الخاطع الضعيف وأن تتوب علي إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من اعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. ويقول الله تعالى يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد فوعزتي وجلالي وجودي ومجدي وارتفاعي لأتينه بكل حرف صلى بها قصرا في الجنة ولأتيني يوم القيامة تحت لواء الحب نور وجهك القمر ليلة البدر وكف في كف حبيبي محمد. هذا لمن قال كل يوم جمعة له هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم. وفي رواية اللهم أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وسلطانك وبحق اسمك المنزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك. يا الله أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فدلت وعلى أسماء السماء فسكبت وعلى السحاب فامطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك بأهل طاعتك أجمعين أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال منسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئة والكواكب منيرة. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدد علمك وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما جرى بالقلم في أم الكتاب عندك، وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك، صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك، صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند السحاب الجارية والرياح الدارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما حبت الرياح وعندما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أن وما أنت خالق فيها إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالق إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الطيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيور والهوام وعد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عندما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عند من يمشي على الرجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عند من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ومثل مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عدم شأنه وبين برهانه وأبلغ حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمتي واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم. اللهم يا رب انشرنا في زمرته وتحت نوائه واسكنا بكأسه وانفعنا بمحبته. اللهم يا رب بلغ أن أفضل السلام وجزي أن أفضل ما جزيت به نبيا أمتي يا رب العالمين. اللهم يا رب إني أسألك أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
الأحياء منهم والأموات، وارضي الله عن أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين، وارضي الله عن أصحاب الأعلام يا أئمة الهدى مصابيح الدنيا، وعن التامين والتامين التامين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الأول في قراءة والتعليق على كتاب إرشاد البرية إلى بعض معاني الحكم العطائية، وهو أحدث شرح معاصر مطبوع للفقير إلى الله يسري جبر، جمعه ورتبه الشيخ خلدون أمين الهيتي القادري. سبق أني شرحت الحكم العطائية في أكثر من مجلس وفي أكثر من بلد على مدى مثلا أكثر من 30 عاما، وكلما نقرأها كلما نستنبط منها معاني جديدة على حسب مرحلة قراءتك لها ونضجك في طريقك إلى الله. فسبحان الذي ألهمه هذه الألفاظ التي تصلح للإنسان في كل مراحل سيره إلى الله، فينفع المبتدئين والسالكين والواصلين والعارفين. فسبحان الذي ألهمه هذا. وتبارى العلماء على مر العصور. توفي سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري سنة 709 هجري، يعني تقريبا من 700 سنة وأكثر. وتبارى العلماء مهما كانت مشاربهم الصوفية في العكوف على دراسة هذه الحكم وشرحها للمريدين، وكلما انتهوا من شرحها أعادوا شرحها مرة أخرى، حتى أن الشيخ أحمد زروق شرحها أكثر من 32 مرة، والطبعة المكتوبة والمطبوعة هي الشرح 16، لكن له 32 شرح على الحكم، كلما انتهى منها وشرحها مرة أخرى جاء فيها بجديد، لأنه كلما ارتقيت في طريقك إلى الله كلما ظهر لك فيها معاني جديدة. والحكم العطائية كتبها سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري، يرخص فيها الطريق إلى الله، كيف يسير العبد من نفسه الأمارة فتصير لوامة، ويسير في النفس اللوامة حتى تصير مطمئنة، ثم راضية، ثم مرضية، ثم ملهمة وكاملة، حتى تصل إلى حال الكمال. وكمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4. والكمال، كل الكمال أن تتحقق بإنسانيتك أيها الإنسان، فتكون الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم. والنموذج الأعلى للإنسان الذي خلق في أحسن تقويم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسائر الأنبياء على ترتيب أفضليتهم ومراتبهم المعلومة وغير المعلومة عند الله، لكن أعلاهم رتبة لا شك في هذا هو نبي الأنبياء وإمام المتقين، الذي أمهم في بيت المقدس جميعا، وهم في برازخهم حضروا مأمومين خلفهم. سيدنا عيسى لم يكن في برزخه، لكن ما زال هو حي يرزق، فحضر أيضا مع سائر الأنبياء بروحانيته متمثلة بجسده، لأن جسده في السماء السابعة، جسد وروحه في السماء السابعة، فحضر
متمثل من بجسد من حال الروحانية، والأنبياء في قبورهم حضروا إلى النبي بروحانيتهم متمثلة في صورة أجسادهم، ولكن أجسادهم لم تفارق قبورهم، لأن الروح إذا انطلقت من الجسد لها أن تتصور في أي مكان شاءت في صورة كثيفة، وبالتالي ممكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظ في عدة أماكن في وقت واحد عند بعض الأفراد، لأن الذي تراه هو تمثل الروحانية في صورة الجسد المحمدي، أما الجسد المحمدي فلا يفارق روضه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكذا كل الأنبياء. فنبينا هو الإنسان الكامل بحق، المقصود في آية خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإذا أردت الكمال وتكون في أحسن تقويم تحقق بإنسانيتك أيها الإنسان، كلما تحققت بإنسانيتك كلما كنت محل مراد الله منك ومحل نظر الله منك ومحل تأييد الله لك. ولا شك أن الإنسان الكامل على الإطلاق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا كان هو الأسوة التي يجب علينا أن نتأسى به، نتأسى به من حيث روحانيته، ونتأسى به من حيث نفسه الزكية، ونتأسى به من حيث قلبه السليم، ونتأسى به من حيث صورته الإنسانية وسلوكه في عمارة الأرض والنصح للخلق وعبادة الحق. فلا بد أن تتأسى به في كل هيئاته الروحانية والنفسانية والقلبية والسلوكية في صورته الإنسانية صلى الله عليه وسلم. الحكم بتلخص لك بقى إيه العقبات، وتوضح لك بعض الآداب في سيرك داخل هذه النفس العجيبة، وهي من عجائب خلق الله النفس الإنسانية، حتى ترقيها وتزكيها فتصبح بعد ذلك نفس زكية، وأزكى نفس خلقها الله هي نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم، والله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنبدأ اليوم في الكتاب من صفحة 71، كل اللي فات مقدمة وذكر الحكم بغير شرح متن الحكم نفسه، ده في مقدمة الكتاب ومقدمة الشارح. نبدأ في الحكمة الأولى صفحة 71 لمن معه الكتاب. أنت الوقت في سيرك إلى الله بتعبد ربك، والعبادة عمل مش كده بقى؟ طيب إيه موقف قلبك تجاه العمل ده؟ هل أنت معتمد على العمل ولا معتمد على الله الذي وفقك للعمل؟ المفروض أنك أنت في الأدب في العبادة ألا تكون معجب بالعبادة، لأن إعجابك بالعبادة إعجابك بنفسك، وإعجابك بنفسك يجعلك محجوبا عن مولاك، وبالتالي أثناء العبادة لابد أن تكون معتمد على الله لا على العبادة. وعلى شكلها في أول حكمة بيدي لك الحكاية دي عشان يبقى عبادتك بعد كده في الطريق المنضبط. كتير من الناس عبدوا ربنا ما وصلوش لحاجة، لأن عبد ربنا الحقيقة ما عبدش ربنا، هو عبد العبادة ما عبدش المعبود، عبد الذكر وما عبدش المذكور، عبد نفسه الموفقة فظن أنه عابد، فعبد الله حتى يحقق ذاته ونفسه ويرضيها، لأن النفس مطبوعة على حب العبادة. وبالتالي ناس كثيرين عبدوا ما وصلوش لحاجة، ليه؟ لأن كان عنده هذا السم في العبادة، سم الاعتماد على العمل، فهذا السم لابد أنك أنت تتبرأ منه الأول عشان بعد كده كل خطوة في العبادة تقربك، وإلا لو هذا السم موجود في العبادة والسم ده موجود جوه قلبك فلابد أنك تراجع نفسك ونيتك وتواجه نفسك حتى تكون العبادة خالصة للمعبود وليس لإرضاء نفسك، لأن النفس مطبوعة على أنها تعبد، حتى لو لم تجد رسول يدلها هتعبد أي حد، إن شاء الله تعبد نفسها. تصور بقى
شاء الله يعبد حتى حشرة. عبدوا الجعارين، عبدوا المية، وعبدوا الجبال، وعبدوا الدواب، وعبدوا كل شيء لما ضلوا عن ذلك، لأن الإنسان مفطور على حب العبادة. كويس؟ فطالما أنت مفطور على حب العبادة وحتعبد ربك على منهج الرسل، عبادة صحيحة، إيه بقى السم اللي يجعل العبادة دي ما تؤديش مفعولها وتوصلك لمولاك؟ السم ده إنك أنت معجب بيها ومعتمد عليها وفرحان بيها. زي ناس كتير يجي يعبد يبقى مبسوط إنه هو بيعبد ويحتقر اللي ما بيعبدش ربنا، يبقى هو شايف نفسه، بيزكي نفسه. وتزكية النفس حجاب غليظ يمنعك عن الوصول إلى أثر العبادة. ما اجتهد مش هتبقى زي اجتهاد إبليس في العبادة، اجتهد جدا في العبادة لكن اتضح في الآخر أنه كان بيعبد ربنا علشان يزكي نفسه أمام كل الخلق، عشان يقول لهم أنا أفضل منكم كلكم حتى من الملائكة. فكانت العبادة سبب لحجابه مش لوصوله، لأنه عجب فأعجب بالعبادة واعتمد عليها وزكى نفسه على سائر الخلق فوقع في الفخ. فهمت؟ عشان كده ابتدالك بالنقطة دي، مهمة قوي في بداية سلوكك، وياريت نعلمها لتلامذتنا ونعلمها لأولادنا حتى لما يكبروا ويعرفوا يدركوا إن يبقى اعتماده على الله مش على استقامته ولا على عبادته ولا على ذكائه ولا على ماله ولا على نسبه ولا على حسبه ولا على منصبه ولا على أي شيء، اعتماده كله على الله. فهمت؟ فحيقول لك اختبار هتختبر بيه نفسك وتسأل نفسك هل ده موجود فيك ولا مش موجود فيك. زي بالظبط واحد عنده مرض خفي نقول له اعمل أشعة مقطعية، أشعة بالرنين، أشعة بالموجات اللي فوق صوتية، ليه؟ عشان نخش في عمق 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 الحاجة اللي احنا مش شايفينها، نقوم ايه نشوف الداء. فهو كذلك عمل لك كده ايه أشعة مقطعية داخل نية القلب العابد عشان انت تختبر قلبك وتسأل نفسك. فهمت؟ فبيقول ايه من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل انك انت لما تعبد ربك كتير وتيجي تدعوه تبقى عندك رجاء اكتر انه يقبل دعائك، وانك انت لما تعصى ربك تبقى مكسوف تدعي ربنا علشان انت ما قدتش اللي عليك. يبقى انت كده بتعتمد على عملك مش بتعتمد على ربك. المفروض انك انت رجائك يكون زايد عند حال النقص لان انت بترجو فضل الله، ويكون خوفك زائد عند العبادة مخافة ان تعجب بها او تفتن بها او ان تكون غير مقبولة. يعني المفروض يبقى بالعكس. الانسان العامي لما يواظب على صلاة الفجر جماعة والصلوات كلها جماعة ويصوم الاثنين والخميس ويبني له مسجد ويربي يتيم ويبقى بر الوالدين، يحس كده انه اول ما يقول يا رب لازم ربنا يجاوبه، وانا عملت اللي عليا بقى اعمل اللي عليك انت؟ مش انت قلت ادعوني استجب لكم؟ انا عملت اللي علي استجب بقى. ده من جواه، ده الحكايه دي كلها بتبقى من جواه بدون ما يقوم. لما ربنا ما يستجبش يزعل منه، وناس كتير زعلانه من ربنا يقول لك انا بدعوه كتير وما استجبش لي. زعلان منه لانه معتمد على عمله. فهمت؟ والإنسان العادي البسيط اللي ما يفهمش هذه الدقائق في أمراض القلوب لما يعصى ربه يقول لك والله أنا مكسوف أدعي ربنا من كتر ما أنا إيه بعيد عنه، مكسوف. وربنا بيقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، تعالوا لي حبيبي، لأن أصلا ربنا هيقبلك بعبلك مش بعملك، بعبلك مش بعملك. شيل الميم وحط الباء. ربنا هيقبلنا بعبلنا مش بعملنا، لكن يقبلنا بعبلنا إذا جئنا إليه منكسرين منتظرين فضله ومعتمدين عليه. فهمت بقى إزاي؟ قبل كل الحكاية
كلما افتقرت إلى الله كلما أغناك، وكلما شعرت بالاضطرار إلى مولاك كلما جبرك. لكن اللي هو شايف نفسه طائع، حاسس أنه بيكلم ربنا من باب الغنى مش من باب الفقر، لا أنا عندي أعمال كتيرة بقى المفروض تجاوب بقى وتستجيب لي بقى، ده أنا عامل وعامل وعامل ده أنت إبليس، ده أنت بتدعي ربك وقلبك إبليس، فهمت؟ وربنا استجاب لإبليس، بس استجاب لإبليس في الحاجة اللي تضره، قال أنظرني إلى يوم يبعثون عشان أضلهم أجمعين. وإحنا عندنا من طال أسوأ الناس من طال عمره وساء عمله، فما فيش أطول من عمر إبليس ولا أسوأ من عمله، فاستجاب له فيما يضره. شفت قد إيه؟ لأنه كلم الله وسأله من باب إيه؟ التحدي، مش من باب الافتقار، فهمت؟ فناخد بالنا. عشان كده تسأل نفسك قبل ما تسأل غيرك أو تسأل شيخك أو تسأل ليه ربنا ما بيستجبش ليا، وليه وليه وليه، فيبتدي لك الأول يفاجئك بإيه؟ بسؤال وإجابة. من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. شرح الحكمة، يقول الشارح: بدأ سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه كتابه الحكم العطائية بالتحذير من أمر هام جدا، وهو أن تركن أيها السالك إلى ما سوى الله عز وجل، تركن للأسباب وتعتمد عليها، والركون للشيء هو الاعتماد عليه. يقول لك أنا إيه؟ أو آوي إلى ركن شديد، يعني أعتمد على ركن شديد. فيقول: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. يبقى من علامة الاعتماد على العمل يعني على الطاعة، نقصان الرجاء عند وجود الزلل يعني عند وجود المعصية. عشان لو حبيت بقى ايه تترجمها باللغة المعاصرة، يعني طول ما انت على طاعة كل ما كان رجاءك عالي، يبقى انت معتمد على الطاعة، وكلما تقع في معصية كلما قل رجاؤك حتى تصل الى درجة اليأس من رحمة الله، يبقى انت كده معتمد على العمل. شفت بقى الحتة الدقيقة دي؟ فيجب على المسلم ألا يعتمد إلا على الله عز وجل، وإن اعتمد على الأسباب والأكوان صار مشركا، لأن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، مش كده برضو؟ وليست مؤثرة بذاتها. فطالما أنت هتعتمد على شيء لا يفعل شيء ولا يملك شيء ولا ليس له تأثير، يبقى أنت بتعتمد على إيه؟ على وهم، بتعتمد على وهم، حاجة غير موجودة. الموجود هو الله بس، كل ما سوى الله وهم، فهم؟ حتى عملك هو اللي خلقه، والله خلقكم وما تعملون، زي ما خلقك خلق عملك، وزي ما خلقك خلق عملك خلق أثر العمل، والعمل لا يخلق التأثير، فهم؟ وإن ترك الأسباب بالكلية صار زنديقا. يبقى لو اعتمد على الأسباب والطاعات كان مشرك، والنموذج إبليس. وإن ترك الأسباب بالكلية يعني الشرائع والطاعة، وقال لك ما ربنا يعرف أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار، هيفيده إيه عملي بقى؟ يوم ينكر الشرائع، يبقى زنديق. يبقى اللي يعتمد على الأسباب، ومن ضمن الأسباب الشرائع والطاعات والأخذ بها، يبقى مشرك، ظن أنها فاعلة مع الله. واللي يترك بالكلية الأسباب ويقول طالما الأسباب غير فاعلة والفاعل هو الله، فهنسيب نفس ربنا، ويقوم يسيب نفسه كمان لهواه. في الحقيقة مش هيسيب نفسه ربنا، هيسيب نفسه لهواه، هو ما سابش نفسه ربنا، فهيسيب نفسه لإيه؟ لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، زي الملاحدة كلها، كل الملاحدة اللي أنكروا وجود الله، أنكروا وجود الله ليه؟ علشان يبقى متحلل،
يعيش زي ما هو عايز، مفيش قيود ولا أوامر ولا آداب ولا حاجة، يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، عايز يحس بالتحلل. يبقى بالطريقة دي هو أنكر وجود الله واعترف بهواه فعبد هواه من دون الله، ففر من عبادة الله إلى عبادة الهوى وهي أخس عبادة، فهمت؟ وعشان كده لو ترك الأسباب بالكلية صار زنديقا، يعني منكرا للشرائع ومنكرا لإيه؟ لحق العباد، لحق الله على العباد وهي توحيده وطاعته. المطلوب منك أيها السالك أن يكون ظاهرك منهمكا في الأسباب، وده شريعة. أنت في ظاهرك وفي جسمك كده منهمك في الأسباب، بتجتهد. شوف الحبيب كان في دنيته أكثر الناس اجتهادا وأكثر الناس أخذا بالأسباب، لكن لم يعتمد على السبب أبدا، كان ياخد بالسبب، لكن إيه جسمه منهمك في الأسباب وقلبه مع رب الأسباب مش مع الأسباب، فهمت؟ يبقى أنت جسمك ما يبقى منهمك في الأسباب دي شريعة، قلبك معتمد على الله تبقى حقيقة. أدي الفرق بين الشريعة والحقيقة اللي الناس مش واخدة بالهم منه. يبقى قلبك مع الحقيقة ولسانك وجسدك مع الشريعة، فهمت بقى؟ تبقى متشرع متحقق. لكن لما يبقى قلبك وجسدك مع الشريعة تبقى معتمد على الأسباب، واضح؟ لأن محل الاعتماد على الشيء هو القلب، والقلب يبقى محله ايه؟ نظر الرب، والقلب مرآة، فيتجلى الرب في مرآة القلب، فيبقى الربوبية مجلاها داخل قلبك، والعبودية مظهرها على ظاهرك وصورتك الخارجية، فهمت بقى؟ ادي كل الحكاية. فطالما قلبك متجلي في الربوبية تبقى مع الحقيقة، لان الحقيقة ان لك رب وإنك مش بنفسك، مش دي الحقيقة؟ قلبك كده. وبعدين العبودية تقتدي إنك أنت في خدمة من تعبده، طالما أنت عبد والعبد في خدمة سيد، فيبقى جسمك منهمك في خدمة سيدك، يعني ما طلبه منك، وقلبك متعلق بسيدك مش بالخدمة، فهمت بقى؟ فلو قل رجاؤك في الله عز وجل وفي عفوه وأنت في حال المعصية، وازداد في حال الطاعة كحال عوام المسلمين. لحال مين؟ عوام المسلمين. الحكم تنقلك، تبقى بدل ما تبقى من العوام تبقى من الخواص، فهم؟ من أول حكمة نقلك من عوام الناس لعوام اللي لخواص إيه؟ أهل الله، فهم؟ أدي ميزة إنك أنت تقرأ وتعيش مع الأولياء، الأولياء بيخاطبوا قلبك ويقربك إلى مولاك، والعلماء بيخاطبوا عقلك ويرتب أفكارك، يبقى العالم الأفكار ويخاطب العقول، والولي يخاطب القلوب ويصحح المسار، فهم؟ فأنت محتاج الاثنين، فإذا اجتمع في إنسان واحد العلم والولاية فعض عليه بالنواجس، لأن كثيرا ما افترقا. تلاقي واحد انهمك في العلم وضيع عمره طول عمره في العلم وينكر على الأولياء، واحد تاني قضى عمره كله في العبادة فبقى عنده شميمة الأولياء لكن ما عندوش من العلم قسط كبير، فهمت؟ فتيجي تسأله في أمور دقيقة في العلوم ما يجاوبلكش كويس. سيدنا أحمد بن عطاء إلا كان من كبار علماء الأزهر فاجتمع فيه العلم، ثم لما سار مع سيد المرسل أبو العباس أخذ منه الولاية وعلم القلوب فاجتمع فيه الاثنين، فهمت؟ عشان كده بيكلمك بالشريعة والحقيقة في سطر واحد، زي ما النبي كلمنا بالشريعة والحقيقة في سطر واحد، يقول لك احرص على ما ينفعك، يعني خد بالأسباب، واستعن بالله حقيقة، ولا تعجز همة. شوف تكلمك بالشريعة والحقيقة والطريقة في سطر واحد، استعين بالله شريعة، احرص على ما ينفعك شريعة، كويس؟ واستعين بالله حقيقة، ولا تعجز
طريقة سلوك بقى، يبقى جاب لك الحقيقة والطريقة والشريعة إيه في سطر واحد. هكذا الحبيب الأولية كده، العلماء الأولية كده يخبر بالحقيقة والشريعة والطريقة في سطر واحد، لأنه مورّاس ورث ذلك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو قل رجاؤك في الله عز وجل وفي عفوه وأنت في حال المعصية، وازداد في حال الطاعة، فأنت معتمد على عملك وقد وقعت في الشرك الخفي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. والعمل هو الأسباب الشرعية والطاعات المختلفة الموصلة إلى رضا الله عز وجل، ومطلوب من المسلم أن يعمل به لأنه متعبد به، ومطلوب من السالك ألا يلتفت إليها في حال تلبسه بها ولا يعتمد عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث السابق عندما سئل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. يبقى النبي باعتباره إنسان يفتقر لرحمة الله اللي هي حقيقة النبي التي شملت الأكوان، فحقيقة النبي أوسع من الإنسان الكامل. فهمت؟ حقيقة النبي رحمة للعالمين، والنبي كإنسان جزء من العالمين، هو زي سائر العوالم مفتقر للرحمة. فهمت بقى؟ لأن لما نقول رحمة الله، ما هي رحمة الله؟ الله خلق الرحمة قسمها 100 جزء، والخلق الرحمة المخلوقة دي اللي هي الرحمة للعالمين قسمها 100 جزء. كل عالم من العوالم خد ما يصلحه. عالم الدنيا كل ده اللي احنا قاعدين فيه ده وبقالنا قرون طويلة وتستمر، واخد 1% بس من الرحمة، لكن كل عالم من العوالم واخد قسط من الرحمة حتى يصلح. الجنة واخد قسمها، النار واخد قسمها، العرش واخد قسم، الكرسي واخد قسم، اللوح المحفوظ واخد قسم، القلم حتى يخط قدر الله على في اللوح المحفوظ يأخذ قسم، عالم الملكوت يأخذ قسطه، كل عالم من العوالم يأخذ قسطه من الرحمة. فهمت بقى؟ فكل أخذ قسطه منه. يبقى رحمة الله وسعت كل شيء اللي هي الرحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بقى باعتباره الإنسان الكامل مظهر من المظاهر التي تحتاج لهذه الرحمة. فشكر يقول حتى أنا، يقصد أنا هنا مين؟ الإنسان الكامل، حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهمت؟ وقد يعترض البعض على كلامنا هذا محتجين بقول تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني واحد يقول لك والله ده في تناقض بين الحديث وبين القرآن. الحديث بيقول احنا مش هندخل الجنة إلا بالرحمة، وربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني القرآن بيثبت دخول الجنة بالعمل، والحديث بيثبت دخول الجنة بالرحمة. وهل في الآية مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عليهم بما يلي، على المعترضين عليهم، يعني على المحتجين بأن هناك تناقض. يجب أن تعلم أن الإنسان بين الشريعة والحقيقة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة والحقيقة والطريقة في آن واحد. فأحيانا يتكلم القرآن بالحقيقة ويتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة، وأحيانا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحقيقة ويتكلم القرآن بالشريعة، ولا تناقض بينهما. أي أن الإنسان إذا لم يأخذ بالأسباب لن ينال رضا الله عز وجل، فالأسباب هي الشريعة، ويجب على الإنسان أن يتشرع بالأسباب لكن بغير التفات بقلبه إليه، لأنه لو ترك الأسباب بالكلية تزندق. فالآية هنا تخاطب من أراد أن يترك الأسباب بالكلية، ووضح أن من أسباب دخول الجنة الأخذ بالأسباب، وهذا شريعة وتشريع، ولو التفت للأسباب واعتمد عليها فقد أشرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة، وهنا تكلم بالحقيقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عمل القلب في حال التلبس بالعمل الصالح، والآية تتكلم عن عمل الجوارح في حال فعلها
فلا تعارض أن تكون منهمكا في الطاعة بجوارحك ملتفتا إلى الله بقلبك. واضح؟ يبقى الآية بتتكلم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون تشريعا، والنبي بيقول لا يدخل أحد من الجنة بعمله تحقيقا، لأنه ده فضل الله محض فضل الله. ده معنى. والمعنى الثاني أن دخول الجنة في ذاته برحمة الله عز وجل، والتمتع فيها بالعمل الصالح. يعني أنت تدخل الجنة بالرحمة وتتمتع في الجنة على حسب عملك، لأن الجنة درجات كتير. أنت هتدخل في أي عنوان في الجنة؟ هتخش في أي دور وفي أي مرتبة؟ دخول الجنة نفسه بالرحمة، لكن تفاصيل التمتع في الجنة ودرجتك في الجنة على حسب اجتهادك في العمل. يبقى لما بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني مقامك في الجنة على قدر عملك، مش بيتكلم على الدخول الأولي، لا، ده ما يحدث بعد الدخول الأولي وهو درجتك في الجنة. والنبي بيتكلم على الدخول الأولي، يبقى مفيش تناقض. يعني انت عشان تدخل لازم يبقى معك تأشيرة، عشان تدخل مصر يبقى معك تأشيرة في المطار، يقول لك فين التأشيرة؟ مش كده برضو؟ شفت التأشيرة يقول لك ادخل. طب انت هتنزل في أي فندق؟ هتنزل في فندق في العتبة مليان براغيت، ولا هتروح في فندق تاني في أماكن فخمة مليان خدمة؟ دي مسألة تانية بقى. فالدخول بالتأشيرة، لكن المرتبة هو الدخول بقى بالعمل. يعني انت بعد كده هتختار الفندق على قد فلوسك، وفلوسك في الآخر هي عملك. فهمت بقى؟ يبقى مفيش تناقض. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني على قدر عملك تختار عنوانك في الجنة، لكن بمجرد الدخول لابد يبقى معك التأشيرة رحمة الله اللي هو النبي، يعني النبي يمضي. عشان كده انت مش هتدخل الا لو النبي قالك اتفضل يا حبيبي، لو ما قالكش اتفضل مفيش دخول. فهمت؟ يبقى مفيش تناقض بين القرآن والسنة. التناقض ده في ذهن القارئ اللي ما بيقعدش عند العلماء، لكن لو بيقعد مع العلماء مفيش تناقض خالص، لان احنا عندنا شريعة وعندنا حقيقة وعندنا طريقة، فلازم تفهم الآية بتتكلم في الشريعة ولا بتتكلم. فلما يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني تمتعوا فيها على قدر عملكم، وهذه شريعة. والنبي لما يقول لا يدخل أحدكم الجنة إلا أن يتغمد الله برحمة، حقيقة. فالحقيقة أنك مش هتدخل إلا بالرحمة، لأن هي محض فضل الله. الجنة بقى درجات كتير وتفاوت كتير فيها على قدر عملك. أن دخول الجنة في ذاته برحمة الله عز وجل، والتمتع فيها بالعمل الصالح. فتحديد درجتك في الجنة يكون بالعمل الصالح، لكن الدخول إلى الجنة برحمة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. إيه رحمة الله اللي هي إيه؟ اللي هي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ لأنه سبحانه وتعالى الفاعل على الحقيقة، فهو الذي خلقك وخلق العباد فيك، والله خلقكم وما تعملون. فإذا كان هو الفاعل الحقيقي فليس لك فضل، قل إن الفضل بيد الله. فما دام الفضل من الله عز وجل فلا تلتفت إلى العمل، بل التفت إلى فضل الله عليك أن وفقك لهذا العمل، ثم بعد ذلك تلتفت إلى الخوف من عدم قبول العمل، ثم تحرص أن يكون العمل مطابقا لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العمل صحيح على وفق فعل النبي وسنة النبي، محتاج علم وفقه عشان يطلع عملك صحيح. ومع ذلك تحرص على أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، ويكون قلبك في كل هذا معتمدا على الله لا على العمل. كل هذه الأشياء مطلوبة من المسلم ليتحقق بمقام الإسلام ويترقى إلى مقام الإيمان بخلوص القلب لله وحده، ثم ينتقل إلى مقام الإحسان بدوام المراقبة، فيصبح الإنسان متحققا بمقامات الدين كله. ولما كان الناس على صنفين في سيرهم إلى الله، متجردين ومتسببين، قال في الحكمة الثانية: إرادتك
التجريد. يعني الناس في طريقهم في الدنيا بتلاقي ناس عجزة. عاجز يعني ايه؟ يعني افرض واحد مشلول ما عندوش قدرة انه يعني يسعى في طلب رزقه، او واحد تاني ربنا لا يجعل الدنيا تثمر في ايده، كل ما يعمل مشروع يخسر، كل ما يعمل عمل يترفض منه، كل ما يبحث عن حاجة وسيلة كسب مش لاقي، فقد يكون ايه متجرد رغما عن أنفه كالعاجز، ومتجرد بقدر الله بعدم ثمرة الأسباب في يده. هو ربنا كده، كل ما تمد إيدك في حاجة تخرب، فتقول أنا مش همد إيدي بقى علشان الدنيا تعمر، فتتجرد وتسيب بقى. في نوعية من الناس كده، وفي نوعية من الناس أول ما يمد إيده في الأسباب ربنا يثمر في إيده. لو تاجر في التراب يغنى، لو عمل أي مشروع ينجح، الأسباب بتثمر. يبقى اللي بتثمر الأسباب في يده يسموه أهل أسباب، ربنا جعله يتسبب عشان يعمر الدنيا، فهمت؟ فلازم يبقى عمارة الدنيا يحول الأسباب اللي في إيده المثمرة دي إن يعملها لله خدمة للبشرية وللإنسان، فهمت إزاي؟ ويقوم بحق ثمرة هذه الأسباب فينفقها في طاعة الله. دول أهل الأسباب. طب أهل التجريد اللي ربنا فطمهم عن الأسباب يفرغ نفسه بطاعة ربنا ويدعي لأهل الأسباب، فهمت بقى؟ وما يحقدش على أهل الأسباب، وما يتعلقش قلبه بأهل الأسباب، يسلم أمره لله. زي ما بيرزق الطفل وهو لا يتسبب فيجيب له أباء وأمهات يقعدوا يطبطبوا عليه ويقضوا له حوائجه، وهو أصلا أضعف من أن يكون متسببا. طب ما هو اللي بيرزق الطفل ده زي اللي بيرزق الطير، زي اللي بيرزق الدواب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه وإياكم. هو مين اللي بيرزق الدواب بالأرض؟ هل معهم فيزا كارد؟ عندهم رصيد في البنك؟ عندهم أرض بيزرعوها عشان تسكر يقوموا يبيعوا بتاعه؟ كل دواب بالأرض بتاكل. والعجيب إن دواب الأرض أكثر عددا كثيرا جدا من الإنسان، وشهيتها للأكل أكثر من شهية الإنسان، وما بيعملوش أي مشاريع استثمارية، وكله شبعان. فإذا كان ربنا مشبع دول مش هيشبعك؟ فلما تقولي طب ما هيتجرد هياكل منين؟ هيأكله اللي بيأكل دواب الأرض، اللي هيأكله ربه. وأنت فكرك إن سعيك هو اللي بيأكلك يبقى معتمد على عمل، هاته هنا رجعه للحكمة الأولى، فهمت بقى؟ لو تظن إن سعيك هو اللي بيأكلك وبيرزقك تبقى ترجع للحكمة الأولى، ده أنت معتمد على عملك، هات هنا أقبض عليه، رجعه للحكمة الأولى، ما يقراش الحكمة الثانية لأنه لسه ما فهمهاش، فهمتوا بقى؟ يبقى أهل الأسباب ربنا يسر الأسباب، لكن هم مش عايشين بالأسباب، هم عايشين بالله برضه، بس ربنا بيديهم بواسطة الأسباب، فجعل الأسباب واسطة بينه وبين ثمرة الرزق. لكن المتجرد مع الرازق على طول، يعني المتجرد مع الرازق والمتسبب مع الرزق، وفي الآخر الفاعل كله هو الله، فهمت بقى؟ زي العامل مع العمل والمتجرد مع العبادة مع المعبود، فهمت؟ فالناس على قسمين. فبيقول له هنا بقى إيه؟ إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يبقى أدب أهل الأسباب اللي ربنا جعل ليهم مهن وأعمال وبيدر إليهم دخلهم عن طريق عملهم، لو حب يتجرد ويسيب ده كله، ده إيه؟ من الشهوة الخفية. بتختار لنفسك ما لم يختاره الله لك، يبقى تأدب مع الله وخليك في الأسباب، فهمت؟ طيب واللي ايه قاعد في التجريد بيكلمه ويقول وإرادتك الأسباب يا متجرد مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية، لأن في فرق بين من يتعامل مع الله مباشرة ومن يتعامل مع الله بواسطة الأسباب. يبقى اللي بيتعامل مع الله بالأسباب بيتعامل مع الله من وراء حجاب، فهمت؟
حجاب الأسباب، لكن المتجرد بيتعامل مع الله بغير حجاب الأسباب، يبقى المتجرد أعلى درجة. وعشان كده لو المتجرد عايز يرجع للأسباب يبقى انحطاط عن الهمة العالية. طيب وأهل الأسباب لو عايزين يبقوا متجردين ويتعاملوا مع الله مباشرة تبقى من الشهوة الخفية، لأنك أنت عايز تريد أنك أنت تبقى في مرتبة لم يقيمك الله فيها. فالإقاء الرضا بالإقامة عين الكرام، فهمت؟ فبيقول هنا يحذر الشارح، يحذر الشيخ في هذه الحكمة المتسبب والمتجرد في آن واحد. والتجريد هو الإزالة، أي إزالة كل تعلق بسوى الله تعالى، أو التخلي عن أسباب الدنيا، أو إزالة كل ما يعلق بالقلب والجوارح مما يحول من الوصول إلى الله. والتجريد ثلاثة أنواع: تجريد الظاهر وتجريد الباطن وتجريدهما معا. تجريد الظاهر متعلق بالجوارح، فلا تنشغل الجوارح بغير الطاعة، فإن انشغلت بغير الطاعة صار متسببا. تجريد الباطن هو عدم التفات القلب إلى ما سوى الله عز وجل، أو هو تخلية القلب من كل خلق قبيح وتحليته بكل خلق مليح. تجريدهما معا هو تفرغ الظاهر للطاعة وعدم التفات القلب إلا إلى الله عز وجل، والمطلوب هو تجريدهما معا، لأن تجريد الظاهر فقط لا يثمر إلا مع تجريد الباطن. والمتسبب هو الذي أقامه الله سبحانه في الأسباب، فعليك أن ترضى بما قسمه الله لك. فإذا أقامك الله في الأسباب فلا تخرج نفسك منها حتى يخرجك هو منها. فإن أقمت نفسك فيما أقامك الله عز وجل ولم تخرج إلا بإذنه كنت متجردا، وإن أخرجت نفسك مما أقامك الله فيه فأنت متسبب ولو كنت متجردا. يعني إذا أردت أن تكون وأنت في الأسباب متجرد، فجرد قلبك أن يتعلق بغير ما أقامك الله فيه، فتبقى أنت في الأسباب متجرد. وقد يكون الإنسان متجرد في الظاهر لكن قلبه متعلق بالأسباب، يبقى هنا أراد الأسباب، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسبب فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وفي نفس الوقت كان من الصحابة من هم من أهل التجريد كأهل الصفة. فالصحابة نوعان: أهل أسباب يعملون في الأسواق والمهن، وأهل تجريد كأهل الصفة، وكان عددهم 300 صحابي تقريبا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن إطعامهم وكسوتهم، وهم متفرغون للذكر والعبادة وملاحظة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الناس على ما خلقهم الله عز وجل وأقامهم فيه، فأقام بعض الناس في التجريد وأقرهم، وأقام بعض الناس في الأسباب وشجعهم على ذلك. فإن كنت في الأسباب وأردت أن تخرج إلى التجريد لعلمك أن التجريد مقامه أعلى، فهذا من الشهوة الخفية. لذلك قال في هذه الحكمة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، لأن نفسك تطلعت لمقام أعلى ولم تقنع بما أقامك الله فيه، وهذه شهوة نفس والتفات، وقال الأولياء: ملتفت لا يصل. وأهل التجريد لا يلتفتون إلا إلى الله ظاهرا وباطنا، وهذا هو حال سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاءه سيدنا جبريل عليه السلام وهو يرمى بالمنجنيق في النار وسأله أن يساعده، فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال لسيدنا إبراهيم فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، أما ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. وهذا من كمال التجريد. وقد يسأل المريد أو السالك: متى أترك التسبب؟ ونجيب على هذا السؤال بما يلي: أنت الأول تعرف ربنا أقامك في الأسباب ولا ما أقامكش إزاي؟ إنك أنت ربنا يقيمك في مهنة أو في عمل دنيوي مباح يفيد المسلمين وبيثمر عليك رزق، وفي نفس الوقت لا يلهيك عن طاعة مولاك، يبقى دي أسباب كويسة حافظ عليها.
فهمت؟ لكن لما يقيمك في أمر دنيوي ومهنة دنيوية تستولي على حياتك كلها، بحيث أنك ليس لك وقت حتى تصلي ولا تلتفت له، يبقى عليك أن تقلل من الأسباب بالقدر اللي تتفرغ للعبادة مع قيام السبت، عشان تبقى واخد من الأسباب بالقدر المفيد ولا يزيد عن حده، فيشغلك عن أداء العبادة. فهمت؟ يعني مثلا أنا ربنا أقمني في الجراحة وعلمنيها ووفقني فيها، أمد إيدي على العيان ربنا يجري الشفاء على إيدي، الشفاء مش بإيدي ولا بعمل، ده بالله. لكن لما مد إيدي ربنا يخلق إيه؟ الشفاء. وبالطريقة دي يبقى ربنا أقمني، وبنفس الوقت ما يفوتنيش فرض، ويجي رمضان أصوم رمضان، يبقى كده ربنا أقمني فيها سبب. اوعى اتركه من قلة الأدب ان انا اروح قافل عيادتي واستقيل واقول انا هقعد في الجامع. فهمت بقى؟ دي إساءة أدب كده، هحرم نفسي. لكن ربنا أقمني في مهنة كل ما حاول اتعلمها مش عايزة تسش معايا، وكل ما مد ايدي على عيان يموت قبل ما مد ايدي، وكل ما حاول افتح عيادة عشان يجي لي رزق العيادة ما بتجيبش نتيجة، اقوم اترك سبب اخر، اشوف سبب اخر، لحد ما الاقي اترك كل الاسباب اللي هي كلها مقفولة، يبقى ارجع بقى لمولايا واتفرغ لطاعته. فهمت؟ زي واحد صديقي جراح شاطر، لكن جاله جلطة عملت له شلل في ايده اللي بيشتغل بيه، خلاص ربنا حوله من الاسباب للتجريد، ربنا اخرجه. فهمت؟ فقد قدرة لحركة بإيده، خلاص هنا ما عندوش اختيار، يبقى هنا ايه؟ ربنا هو اللي جرده وربنا هو اللي اخرجه، مش هو اللي اخرج نفسه. ساعتها لما يعبد ربه هتثمر العبادة معه. فهمت؟ لكن لما واحد يخرج نفسه ويقعد يعبد ربه ويسيب الاسباب، يبقى انت كده العبادة مش هتبقى مقبولة عند الله، لان انت اخترت، فربنا يسيبك لاختيارك، خلي اختيارك ينفعك ويسيبك. فهمت؟ وقد يسأل المريد أو السالك متى أترك التسبب، ونجيب على هذا السؤال بماري أن المريد يترك التسبب وينتقل إلى مقام التجريد بثلاث حالات. أولا أن يترك السبب بإشارة شيخ عارف مربي مجرب، وفي هذا الزمان صار نادرا، زي ما كان إيه أحد الأولياء كان بيعمل حداد أيام الإمام الجنيد، فكل شوية يروح لسيدنا الجنيد يقول له ايه عايز اترك ايه السبب واقعد اتفرغ للعبادة معاكم، يقول له لا حتى يأتيك العلامة. فجاء في مرة نسي يمسك الايه غطاء الايد اللي بيمسك بيه الحديد الساخن، ومد ايده على النار، كان غايب خالص بقى في ذكر مولاه وهو في عمله. فحصلت الحكاية دي وراح لشيخه ايده محروقة، قال له هنا اترك السبب، لان استولى على باطنك ذكرك لمولاك فهتصبح السبب يضرك. فقام سيدنا الجنيد قال له دام جت العلامه دي بقى تعالى اقعد معنا بقى اقفل الدكان. فهمت؟ يبقى لازم ايه باشاره شيخ مجرب. ثانيا الا يثمر السبب في يد المريد بحال من الاحوال او يعجز عن السبب لمرض او عار، يعني هو ايه يقول لك انا غير موفق، كل ما اعمل مشروع يتخرب، كل ما اعمل غير موفق بالكليه. لكن في انسان يبقى موفق في حاجات مش موفق في حاجات، ده برضه لسه من الاسباب، يقوم يستثمر اللي موفق فيه، او انه يفقد القدره على انه يعمل السبب بتاعه، زي ما قلت لك اصيب بشلل وعدم قدره على الحركه او شيء من هذا، يبقى خلاص بقى انتقل. ثالثا ان يثمر السبب ولكن بصوره تشغله عن فعل الفرائض، في هنا هيترك من الأسباب الجزء اللي بيشغله ويتسبب بالجزء اللي ما يشغلوش. فهمتوا بقى؟ يعني احنا كطبيب مثلا، أنا عندي عيادة وبيجيب لي منها ربح كويس، فتحت عيادة في كذا محافظة، أروح هنا يومين وهنا يومين وهنا يومين، كده شغلت نفسي، بقيت حتى صلاة الجمعة مش فاضي أصلي. يبقى في الحال يروح قافل كم عيادة وبقى عيادة واحدة كفاية. فهمت بقى؟ يعني يغلق الأسباب اللي شغلاه على قدر إيه، ويترك السبب اللي يغنيه عن الخلق.
فهمت؟ يكتفي بحاجة واحدة وما يوسعش، ادي كل المعنى. ان يثمر السبب ولكن بصورة تشغله عن فعل الفرائض. فلو اثمر السبب معك وانتفع الناس بجهدك في مهنتك مع المحافظة على اداء الفرائض فاستمر على ما انت عليه، لان الله عز وجل اقامك في الاسباب فعليك ان تقبلها، لانه اقام العباد فيما اراد. ولقد قيل الرضا بالإقامة عين الكرامة. قال الشيخ وإرادتك الأسباب مع إقامة لائك في التجريد انحطاط عن الهمة العلي. فإن جعلك الله عز وجل من أهل الخدمة فيجب أن ترضى وتقنع بذلك. أهل الخدمة يعني أهل العبادة، يعني جعلك في عبادته. فإذا قنعت بما أقامك الله فيه كنت في خدمة الرحمن بالجوارح والأسباب، وتصير أيضا من أهل الله لرضاك بما أقامك الله فيه. وإن اختصك الله لمحبته وصرت من المقربين وأردت أن تترك المحبة إلى الخدمة فهذا نزول عن الهمة العلية، لأن الله عز وجل ملك الملك، له أن يختص من الحاشية قوما لمجالسته وقوما لخدمته. فالقوم الذين يختصهم الله لمجالستهم أهل محبته، يقول قد كفيتكم الخدمة فتفرغوا لمجالستي ومحادثتي، فهم أهل التجريد الذين اختصهم الله لمحبته. فإن أبى بعضهم المحبة والتفت إلى الخدمة نزل عن الهمة العلية، وقد يعرضه ذلك إلى الطرد من حضرة الملك. وكذلك من اختصهم الملك لخدمته وجعلهم من أهل الأسباب فإن التفتوا وتشوفوا أن يكون جلساء الملك ومن أهل الحضرة فربما يؤدي ذلك إلى غضب الملك عليهم. وده في تفصيل تاني ممكن نزوده، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه إنسان يسأله أن يساعده، فقال هل عندك مال؟ قال ليس عندي إلا إيه هذا، فجاب له حاجات فباعها بثلاث دراهم. قال له درهم أكل بيه أهلك، ودرهم اشتري بيه قادوم، واذهب واحتطب، وجاء ومر علي بعد إيه؟ بعد مدة. فجاءه بعد مدة عليه هيئة إنه لبس لبس جديد وبقى كسب بقى، يبقى دله على الأسباب كويس؟ يبقى ده كان من أهل الأسباب، فدله النبي على أخذ الأسباب. سيدنا أبي هريرة كان من أهل التجريد، من أهل الصف. النبي التقى معه وهو يسير في طرقات المدينة وفي يده فسائل، الفسائل اللي هي الزرع الصغير اللي بيتغرسه عشان يزرع ويبقى شجر. فسأل سيدنا أبي هريرة ما في يدك يا أبي هريرة؟ قال فسائل أغرسها لأهل المدينة بالأجر. فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ألا أدلك على خير من ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غراس الجنة. يبقى أبي هريرة لما كان من أهل التجريد وأراد أن يذهب للأسباب ردوا للتجريد. والتاني لما كان من أهل الأسباب وسايب الأسباب ورايح يسأل النبي يديله أكل وشرب عشان مش عايز يتسبب، ردوا للأسباب. فهم؟ يبقى كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل كل إنسان على حسب ما أقامه الله. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف على الحكمة الثالثة المجلس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا. أقم الصلاة.